السلام عليكم شباب، كيف الحال اليوم؟ حلقتنا مع نيد فور سبيد موست وانتد 2012. طبعا اليوم راح اسوي سباق في اللامبورجيني افنتادور، طبعا اللي هو ماشي 643.2 كيلومتر. طبعا هذه الحلقة الأولى من نيد فور سبيد موست وانتد، طبعا ونزلت لكم حلقات من سيتي باس درايفنج، ونزلت لكم كمان فيرن باس سيميلاتو ويورو تراك وفارمنج سيميلاتو كمان. وان شاء الله اليوم نيد فور سبيد، وان شاء الله غدا يمكن انزل ماينكرافت لاني قاعد بحمل فيها، وسنبدأ حلقتنا. سنسوي سباق اليوم في اللامبورجيني افنتادور. بسم الله. طبعا انا فت عكس عشان امشي نسوي سباق. طبعا انا راح اصلح السيارة اني قبل امشي على السباق. طبعا راح اصلح اللامبورجيني. تغير اللون لان هذا مو عجب. سنبدا حلقتنا. يلا خلنا نصلح خلنا نصلح. ايوه هذا لامبورجيني. بسم الله. يلا سوف نبدأ حلقتنا الليلة في اللامبورجيني. طبعا سوف نبدأ سباقنا. بسم الله. تروح عمك انت تروح. عليك ايوه خلك معلم. طبعا اللعبة عجبتني كثير اللعبة هي، وانا ثاني مرة العب عليها. سوين حالكم زلام علينا يا ورانا. يا ولد مكلارن بوليس مكلارن. يا رب يا الله راح اسبقك. طبعا راح اروح اصلح اللامبورجيني كمان مرة بعد السباق اتكسر. يا الله يا الله يا الله اهرب. طبعا انا اول مرة العب سباق زي هذا. شك الله لربيكم والله لربيكم.
بوغاتي. باي باي بوغاتي. بوغاتي قال بوغاتي. يا الله ارجع ورا ارجع ورا. تعال يا بوغات ارجع ورا زي ما قلت لك. ارجع ورا تعال تعال يا الخاصي تعال. الشد ارجع ورا طن طن طن. تعال بوغاتي بوغاتي. باي شد. انا اول اول يا رب. وخلصنا كده حلقتنا يا شباب مع السيباك. انا لامبورجيني افنتادور اللي خامس مرتبة فاز على البوغاتي والكونفاسيك والباغاني. ايش انت للحين لحقني؟ طيب اوريكو. طب انا سباقت بوغاتي انت جاي من وين؟ تعال يا ابن الخاصي يا ابن الخاصي. السلام عليكم. لا لا راح اربيكو. لامبورجيني سريع مرة سريع جدا. راح اوريكم الحين كيف يا شباب راح اسبقهم. كمان مرة يا باي. لازم اشرد انا. طبعا كذا يا شباب خلصت حلقتنا. اضغطوا لايك وسبسكرايب وتعليق على ذوقك. لا تنسى تضغطنا سبسكرايب. والسلام عليكم. ان شاء الله راح تشوفونا في الحلقات القادمة مع نيتفورسبيد موست وانتد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.